مشاهدي الأحباب مستمرين لكم في فقراتنا في صباح الخير يا عراق، لكن خلونا ننتقل لمحورنا لهذا الصباح. وفي محورنا اليوم نناقش واحد من أكثر القضايا المؤثرة في العالم والتي تتعلق بالإرهاب في اليوم العالمي لضحايا الإرهاب. تحيي الأمم المتحدة هذه المناسبة لاستذكار ضحايا الإرهاب وإجلالهم. وإلى العراق، واحد من أكثر الدول التي تعرضت لهجمات الإرهاب، وتعرض العراقيون لمختلف الهجمات البربرية التي انتهجتها تلك التنظيمات الإرهابية وتركت آثارها من خلال مئات الآلاف لشهداء والجرحى والمعاقين والأرامل والأيتام. عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد السلامي، رئيس منظمة المواطنة لحقوق الإنسان. وقبل ما نبدأ فنتابع، خلونا نرحب بضيفنا وبعدها نروح نتابع التقرير. أهلا وسهلا بك. صباح الخير، شرفتنا أستاذ. في صباح الخير يا عراق، أهلا وسهلا بك. يلا إن شاء الله الدكتورة، إن شاء الله إن شاء الله كلنا نطمح للدكتورة. الله يخليك، إن شاء الله. شكرا لك. بس الصفة ذات أهمية، يعني مو دكتور، فلذلك أهلا وسهلا بك. يطن نفسه أكثر من إن شاء الله تستحق الشهادة هذه. أكيد. على كل حال اهلا وسهلا بك في برنامج صباح الخير يا عراق. مشاهدي الاحبه مستمرين وياكم بعد مشاهدنا هذا التقرير، نرجع مع استاذ محمد. استاذ محمد يمكن يتحدث عن 21 اب. نعم. هذا اليوم اللي اقرته الامم المتحده هو عام يوم دولي لاحياء ذكرى ضحايا الارهاب، حدثنا عن هذا اليوم. نعم، من المؤكد ان موضوعه الارهاب بدات بحدود التسعينات اواسط التسعينات واستمرت ولحد الان. نعم. بالمعنى الاصطلاحي موضوع الإرهاب كل عمل وفعل يؤدي إلى إخافة الآخر، إذا أفراد أو مجموعات، ويهدف لأهداف سياسية أو لأهداف حتى شخصية. لا. وهذا يؤدي إلى زعزعة في الوضع الاجتماعي، في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني لهذه المجموعة، فيعتبر إرهاب، وخصوصا أنه تشكلت مجموعات أدت إلى زعزعة دول ومدن، وأيضا ليس زعزعة بالمعنى المدينة بقدر ما المجموعات البشرية والوضع السياسي وإلى آخره. لذلك بال 2017 شافت أنه الأمم المتحدة من الضروري الاهتمام بالضحايا وليس فقط بمكافحة الإرهاب، لأن هنالك نتائج للعمليات الإرهابية، ليس فقط على البناء، ليس فقط على الجانب النفسي، وإنما هناك ضحايا أصبحوا معوقين، شهداء، وإلى آخره من حتى الجانب النفسي لهؤلاء الضحايا. فلذلك الأمم المتحدة خصوصا بعد 2001 وحادثة نيويورك في تفجير الأبراج التجارية، فلذلك اتخذت الأمم المتحدة يوم عالمي للضحايا، أساسا الاهتمام لضحايا الإرهاب، في سبيل الاهتمام للدول والعالم في جوانبها الصحية، في جوانبها المادية، في جوانبها النفسية، في كل الجوانب، لأنه أصبح الاهتمام من 2001 خصوصا، لأنه هي العمليات الحربية الإرهابية من 1996 في نيروبي وإلى آخره. نعم. فأصبح ضعف الاهتمام بالضحايا. طيب. ولذلك اهتمت الأمم المتحدة بقرارها سنة 2017 ضرورة الحكومات أن تهتم عالميا بالضحايا. طيب. وهذا الجانب يؤخذ عالميا. طيب. في كل سنة. طيب. بعد إقرارها. نعم. اللي هو أقرت الأمم المتحدة قانون يمكن 75. نعم. 72 على 100. الدورة 75. على 72 على 165. نعم بالضبط. أنه 21 أغسطس هو اليوم العالمي لضحايا الإرهاب. أريد نتحدث عن مفصلين اللي هو قانون، شلون إحنا عندنا قانونين لضحايا الإرهاب. نعم. وأيضا اللي قانون اللي هو التعويضي. صحيح. وأيضا قانون آخر. نعم، الناجيات الأيزيديات. طيب، تحدث لنا عن هاي القانونين. نعم. ومدى صلاحياتهم. نعم. بالعراق، هل هو معمول به. نعم. أم غير معمول به. نعم. من المؤكد أن موضوعة الإرهاب خصوصا القاعدة عندما اجت بعد 2003 وحتى بال 2003 أنصار الإسلام في كردستان أيضا بدأوا بعمليات إرهابية وتوسعت بوجود القاعدة سنة 2004 وامتدت
ولكن العمليات العسكرية الوطنية والتحالف قمع هذه العمليات، ولكن كان الاتجاه فقط لمكافحة الإرهاب. فلذلك صدر قانون سنة 2005 في 2005 بقانون رقم 13 لسنة 2005 قانون مكافحة الإرهاب. مهتم بقضية الضحايا الإرهاب. ولذلك احنا كجمعية، كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كان الاهتمام بهذا الجانب، ضرورة الاهتمام وتعويض الضحايا. وبنفس الوقت الاهتمام بعدم خروقات استنادا لهذا القانون، أن ما تكون خروقات لحقوق الإنسان العراقي وغيره. ولكن صدر القانون سنة 2005 مثل ما قلنا مهتم بالضحايا، كان الاهتمام والتوجه حتى عالميا لمكافحة الإرهاب عسكريا وثقافيا وغير ذلك. فلذلك سنة 2005 عندما صدر صارت اهتمامات من قبل منظمات المجتمع المدني لضرورة الاهتمام بالضحايا، لأنه ضحايا عدد كبير جدا في الممتلكات، في الأشخاص، في الجانب الصحي، في الجانب النفسي وغير ذلك. إلى سنة 2005 عفوا 2009 2009 صدر قانون تعويض، وقانون أول يعني نهاية 2009 صدر قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية وأيضا الأخطاء العسكرية، اهتم بهذا الجانب. ولكن حقيقة هذا القانون بثغرات كثيرة ولذلك ما طبق. من هذه الثغرات أنه مثلا مهتم بالاختطاف، تعرف الإرهاب اختطف العدد الكبير، هاي واحد. اثنين أيضا مهتم بأمور كثيرة، مثلا اعتبر العسكريين والقوى الأمنية يأخذون الشهداء والضحايا من عندهم الإصابات أكثر من 175% إلى 100%، يعطيهم للعسكريين والقوى الأمنية 5 ملايين، ولكن المدني يقول غيرهم 3 ملايين و750، يعني عدم مساواة. مع العلم هذا شهيد وهذا شهيد. نعم، إضافة لكثير من هذا صارت قناعات بضرورة التعديل، لكن هذا التعديل ظهر فيما بعد يعني سنة 2015. طيب هذا التعديل احنا يمكن نتحدث عنه اليوم. احنا بنتحدث عنه، يمكن انا قبل ما تدخل حضرتك معنا بالاستوديو انا سألتك، اليوم الكل هو يعني اتعوض نفسيا ماديا ماليا صحيا اليوم صحيا اكيد، يعني اليوم حتى نعالج نفسية موضوع. احنا انت تشوفك قصور، يعني بعض العوائل دول احنا ما استحقنا، يعني اليوم احنا مثلا من استحقاتهم كافية. شلون الموضوع يكون مثلا مع هذه العوائل؟ نعم، ضمن قانون سنة 2009 قانون تعويض ضحايا الإرهاب تشكلت لجنة مركزية. وهذه اللجنة المركزية تستلم الملفات وتقي يعني تقدر مدى قدرة الضحية، يعني الأضرار على الضحية أو على الممتلكات وغير ذلك. وأيضا في الإقليم، إقليم كردستان وفي كل محافظة أكو لجان فرعية أيضا تستلم. ولكن لأنه قلنا أنه القانون ما يوازي أو ما يساوي ما بين العسكري، فلذلك تأجلت الكثير من عمليات التعويض لأنه غير متساوية. مع العلم نفس الأضرار، هذا مدني وهذا عسكري نفس الأضرار. فلذلك يعني تعدل هذا القانون، وهذا القانون سنة 2015 تعدل بشكل أفضل، أنه أبقى على التعويضات وساواها، يعني المدني والعسكري يأخذ 5 ملايين على سبيل المثال شهيد، وكذلك اللي إصابته أكثر من 75% إلى 100% أيضا يأخذ 5 ملايين، يعني ساوى، مو مثل القانون سنة 2009. فلذلك تحسن القانون، وأيضا صدر من مجلس الوزراء دليل على كيفية استلام الملفات، على كيفية تقدير التعويضات، على أضاف الاختطاف أيضا. فحسن الكثير من القانون وثغرات القانون اللي كانت سنة 2009. وأيضا مجالس المحافظات سلمت هذه وعوضت، ولكن نعرف الروتين. طيب
إضافة لذلك أكو قضية مهمة جدا سنة 2014 تعرفون دخل داعش. طيب. ولحد الآن بحدود 2000 بنت أيزيدية من الطائفة الأيزيدية يعني مغيبين ولحد الآن، فلذلك تأخر قانون تعويض الأيزيديات الناجيات هؤلاء. يعني محتاجين هم إلى قانون حتى يفترض لأنه حقهم. نعم. اليوم احنا نعرف أنه اليوم الأيزيديين وجميع كل من تضرر بموضوع الإرهاب نقدر نقول نعتبرهم تحت مسمى ضحايا الإرهاب. حتى ما نكون صح، هم الأخوة الأيزيديين ضرروا كل شهواية، بس احنا اليوم نريد يعني نحتاج إلى قانون يدعم ضحايا الإرهاب. اليوم برأيك شلون نشوف مستوى مؤسسات الدولة بتعاملها مع ضحايا الإرهاب؟ نعم حقيقة، وهذا عند لقاءاتنا مع الضحايا، أنه الاهتمام بالتعويض كان إلى حد ما روتيني. يعني أحد يعني وضح أكثر شلون. نعم مثلا أنه اللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية في كل محافظة تستلم هذا الملف وتقدر، ولكن هذا التقدير ما يتعلق بالجانب النفسي والأضرار النفسية طبعا. ما تتعلق بالاهتمام في المؤسسات الصحية وكيفية المعالجة المستمرة لبعض الضحايا، لأنه بعض الأضرار الجسدية مستمرة وليست في وقت واحد. طيب. فعلى هذا الأساس أنه الجانب الروتيني ما كان تعويض مناسب. وأيضا يتعلق بالجوانب النفسية، لأنه في دول أخرى الاهتمام بأنه ما دام عنده هوية كضحية للإرهاب يروح إلى أي مستشفى ممكن أن يعالج مجانا. وأيضا لها علاقة بالمعوقين، يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة. طيب. لهم تخفيضات في النقل في كثير من الأمور. طيب. هذه ما موجودة عندنا. طيب أستاذ محمد اشرب ميك بينما صابرين لأنه اليوم تفضل اشرب ميك. حتى اليوم عندنا هواية أسئلة حول موضوع ضحايا الإرهاب لأنه موضوع جدا مهم. فسؤال إلى صابري. طيب اليوم إحنا يمكن نتحدث عن الإعلام، خلينا نشوف اليوم شلون نظر مستوى أو تنظر لمستوى الإعلام كيف يتعامل مع قضايا الإرهاب في العراق وقدر يوصل قضاياهم. نعم حقيقة يعني من خلال متابعتي أو من خلال متابعة الجمعية وآخرين، الاهتمام بالزاوية الإنسانية غير كافية. يعني وكأنه هناك شخصية تحتاج إلى فقط إعلام أنه هؤلاء هم ضحايا، مو الزاوية المادية، لأنه كثير من الشخصيات هؤلاء عمليا ما استطاعوا أن يواصلون العمل، فإذا هنالك أضرار متواصلة. طيب. الإعلام مهتم بهذا القضية، مهتم بهذه القضية. كذلك نجد بأن الدفع باتجاه تحسين القانون أيضا كانت منظمات المجتمع المدني والضحايا هم الذين يدفعون باتجاه تحسين القانون وتقليل الروتين. طيب. هذه الإعلام من هذه الزاوية، الجانب الإنساني العاطفي. طيب. أكثر من الحقيقي. ووضع مثلا برامج لوجود شخصيات معوقة نتيجة ضحايا الإرهاب، كيف إحصاءات. طيب. بالعراق. طيب. فهذه الأمور كانت ضعيفة. فلذلك أنا أعتقد أنه مثلا يوم 30 بهذا الشهر راح يكون اليوم العالمي للاختفاء القسري، هم جزء من الضحايا. طيب. فأتمنى أنه الإعلام أيضا يهتم بهؤلاء. إحنا اليوم يعني بما أنه نتحدث عن شريحة جدا مهمة متضررة اللي هم ضحايا الإرهاب، أريد أسألك سؤال ذو شقين. الشق الأول أنه عندك إحصائية بضحايا الإرهاب اللي موجودين بالعراق، وأيضا الشق الثاني حول موضوع اليوم بما أنه تعرضوا إلى ضحايا الإرهاب، إلى مثل ما ذكرت أنه إلى القصر وإلى أيضا إلى تفاصيل كثيرة منها، التعب النفسي وإلى تهجيرهم وإلى أذية كثيرة. اليوم نقدر نوفر لهم
تعويضات، أنه اليوم مو هو يروح إلى دائرة معينة، أنه تجي الدائرة تكرمه بتكريم جيد إلى داره إلى منزله إلى مكان سكنه، تهيئ له أمور هو احتمال فقدها، مثلا البيت اللي فقده، يعني مكان رزقه اللي فقده، التعويضات هذه النفسية والمادية والمعنوية. بالإمكان أنه نعمل على هذا الموضوع حتى نقدر نقول أنه اليوم الحكومة العراقية اهتمت بضحايا الإرهاب من هذا المبدأ. نعم، يعني أنا أعتقد أنه هناك شقين لهذا الموضوع. الشق الأول أنه مجلس الوزراء عليه أن يجمع مجموعة من هؤلاء بأصناف مختلفة، الشهداء، عوائل الشهداء، كيف الآن وضعهم، شهداء الإرهاب كيف وضعهم. طبعا لا ننسى أنه كثير من الضحايا من القوى الأمنية أيضا، ليس فقط مدنيين. طبعا احنا نتحدث بصورة عامة. نعم نتحدث بصورة عامة، كل ضحايا الإرهاب، كل ضحايا الإرهاب. بس أريد أيضا حتى لا ينسى فقط نتحدث عن المدنيين، إنما العسكريين. فلذلك أنا أتصور أنه ضحايا الإرهاب، عوائل الشهداء من ضحايا الإرهاب، يفترض أن يكون أيضا ما هي معاناتهم مجلس الوزراء أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، يجتمعون من يعني هؤلاء الضحايا أو مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا، فيكون إحصائية ما هي مشاكلهم. وعلى هذا الأساس يتم تشريع إما قانون. شلون أعرف عددهم حتى أعرف مشاكلهم؟ ما عنده قاعدة بيانات. موجودين نعم. عندك موجودة. موجودة. أكو رقم مثلاً معين. نعم. يعني مو أقل من نص مليون. مو أقل من نص مليون إذا عسكريين ومدنيين. كشهداء وضحايا إلى آخره. بعضهم طبعاً جالس في البيت ما يستطيع أن يراجع. صح. ما عنده أحد. ما عنده أحد. صح. وحتى ما استطاعوا أن يحصلون على رعاية اجتماعية، يعني تعويض للرعاية الاجتماعية. فلذلك مهمة مجلس الوزراء أن تكون عبر مثلا عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأنه هذه القضية ذات أهمية. طيب. وأيضا عدد كبير جدا، وهي قضية وطنية وليست شخصية. فلذلك أنا أعتقد أنه لقاء مع مجلس الوزراء بطريقة من الطرق تساعد على فهم، إضافة إلى وجود لجنة في داخل البرلمان يمكن أيضا تلتقي بهم، مع أنه المشاكل البرلمانية الآن خارج هذا الموضوع، لأنه إن شاء الله بالحكومات إشكالات. نعم. كمستقبل. كمستقبل. فلذلك أنا أشوف أنه مجلس الوزراء، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأيضا مجلس المحافظة قادر على أن يهتم في جوانب الصحية، في جوانب الشهداء، عوائل الشهداء، وأيضا المعوقين الذين أصبحوا معوقين نتيجة بأشكال مختلفة، وأيضا ضرورة الاهتمام النفسي، لأنه هؤلاء وحالتهم النفسية جدا أكيد. الإهمال نتيجة يعني الكثير، الحقيقة أن التقيت بهم الكثير من عندهم يشعرون بتهميش اجتماعي وتهميش، لأنه غير قادر على مواصلة الحياة، العمل. نعم. غير مندمج. طيب. بالحياة الاجتماعية. طيب حتى الوقت لا يتزاحمنا، احنا نعرف أنه اليوم الحكومة مثلا يكون لها دور، لكن اليوم نشوف كثرة منظمات المجتمع المدني الموجودة. نعم. هم لها كان دور مع يعني ضحايا الإرهاب؟ نعم، يعني عدة زوايا. نعم. الوقوف، المساندة. نعم. منظمات المجتمع المدني كان لها دور في العلاقة مع موضوع مع البرلمان لتشريع القانون. قانون. نعم. قانون تعويض يعني. هذا واحد. اثنين، أيضا مقالاتها وورشاتها وندواتها، على سبيل المثال الندوة اللي حصلت مثلا للاهتمام بهذا الجانب وهم الضحايا وليس الجانب العسكري لمكافحة الإرهاب. نعم. أيضا كان هذا الدور. الناحية الثالثة اللي أستطيع، وهو مراجعة من لا يستطيع المراجعة، كان أيضا في هذا الجانب. أيضا الكثير من منظمات دولية تم إرسال تقارير إلى المنظمات الدولية عن هؤلاء الضحايا والنتائج لعمل الإرهاب. فكان هناك دور، ولكن ليس مثل
دور المؤسسات الحكومية اللي إمكانياتها كبيرة. أشير هنا إلى قضية مهمة أنه في شهر الرابع من هذا العام مجلس الوزراء قام بعملية جميلة جدا وذات أهمية ولا بد أن واحد يشير لها، أنه كان مجموعة من المعوقين أو ضحايا الإرهاب أرسلهم مجلس الوزراء إلى ألمانيا وأنا التقيت بهم في برلين الحقيقة. مجموعة من ضحايا الإرهاب خصوصا التشرينيين، لابد أن نشير أيضا أنه ضحايا العمل العسكري في تشرين، يعني الانتفاضة في تشرين، أيضا مجلس الوزراء أرسلهم إلى برلين للعلاج النفسي والعلاج الطبيعي وغير هذه لابد أنه تشمل أكثر لضحايا الإرهاب، يعني تتوسع هذه لأنه بعض الأحيان غير قادرين في داخل العراق على المعالجة. احنا شاكرين حضورك في برنامجنا، وأيضا من خلال منبرنا أيضا نوجه رسالة وتحية لكل من يعمل من أجل اليوم ضحايا الإرهاب بالعراق كل شهواية، مثل ما ذكرت أكثر من 500,000 عدد ورقم جدا كبير، فنتمنى أيضا نلقى حلول لهم، نطالب بحقوقهم، نسندهم، محتاجين اليوم اللي يحتاج إلى علاج خارج البلد نسفره اللي نقدر عليه داخل العراق، وأيضا الموضوع النفسي أنه يحتاجون مثلا البعض منهم خليهم بجروبات ندسهم إلى العمرة، البعض منهم يحتاج إلى أنه بلدان أخرى أنه سياحة. تغيير جو سياحة فهذا الموضوع جدا مهم، نتمنى أيضا بالحكومات المقبلة يناقش هذا الموضوع ويكون قانون مشرع لدى الحكومة العراقية. شكرا لحضورك. شكرا لكم أيضا، ونهتم بالناجيات الأيزيديات بشكل واسع جدا. شكرا لك. شكرا لحضورك. شكرا لك.